السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة ان شاء الله نعمل بقى البط كده بطريقة حلوة. طبعا في ناس كتير قوي بتحبش البط، بس ان شاء الله لو جربتوا الوصفة دي بقى اكيد هياكلوه. نبدأ ونقول بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اول حاجة هنعملها قبل ما نسوي البط، هنجيب مية دافية ونحط فيها سكر وملح حوالي معلقتين كده، يعني ده تقريبا لترين مية كده. ماشي، انا هعمل نص بطة. ماشي، ونحط بقى معلقتين خل كده. اللي انا بعمله ده اسمه محلول النقع، ده بقى بيشيل اي زفرة من البطة او اي ريحة او طعم مش مرغوب فيه. ماشي، بنحاول ننكه بقى الحاجات دي. عندنا فلفل، طبعا الفلفل لو المفروض يبقى حصين، بس انا بصراحة ما كانش عندي فحطيت فلفل عادي، ورق لوري وحبهان وعود قرفة. بعد كده نحط شرايح برتقان وشرايح ليمون كده، يعني بحوالي برتقانة وليمونة كده، بنحطهم كده في المية برضو الدافية دي، ونسيب المية دي تبرد خالص تماما. وطبعا لو احنا في صيف، بعد ما هنسيب المية دي تبرد هنحط فيها تلج، او نحطها في التلاجة بعد ما نحط فيها البطة، بعد ما ننقع فيها البطة، عشان طبعا البطة ما يطلعش ما يبقاش فيها ريحة يعني. بس طبعا احنا في شتا فهسيبها بره. بعد كده نحط فيها البطة بقى بعد ما تبرد خالص، ننقعها فيها بقى المدة كده ما تقلش عن 3 ساعات 4 ساعات على حسب وقتك بقى. لو عندك وقت ممكن تعملي الكلام ده من بالليل لحد الصبح، تأكدوا ان لا في زفارة بقى ولا الزبدة. وبعد كده نحط عليه ورق الفويل، لان طبعا ما ينفعش طبعا زي ما قلت لكم نحط ورق الفويل او الالومنيو على الاكل نفسه، لان ده غلط. طبعا بنقفلها كويس قوي، اهم حاجة لما نيجي نقفلها نقفلها كويس قوي عشان البخار اللي جوه ده ما يطلعش ايه من الجناب. فبنعمل واحده يمين كده وواحده شمال بالشكل ده كده عشان تتقفل معانا كويس قوي، ونتاكد ان هي اتقفلت. واهم حاجه طبعا نزود ميه كويس عشان تقعد بقى في الفرن براحتها وما تنشفش. بعد ما قعدت بقى في الفرن براحتها بقى على حسب بقى حجم البطه اللي عندك، يعني ما بتقلش عن ساعتين ثلاث، يعني لو بطه صغيره ساعتين، لو حطيتها كبيره مش اقل من 3 4 ساعات. يعني بنسيبها بقى براحتها. اول حاجه نحطها على ارضيه الفرن تغلي كده، وبعد كده ايه نحطها على الرف اللي في النص بعد نص ساعه كده. ماشي، وهنجيب بقى معلقه زيت بقى بعد ما استوت، تتاكد ان هي استوت، وعليها معلقه دبس رمان او زي ما قلت لكم معلقه عسل، عسل اسود عسل ابيض براحتكم بقى، ونعصر عليه نص ليمونه لو عسل، انما هو الدبس الرمان طبعا فيه المزازه وفيه كل حاجه. بص هنمسح بيه البطة بقى كده، نتأكد بس ان كل البطة بقى اتدهنت بيه، ده بيعلي التست بتاعها قوي. وبعد كده نحطها تحت الشواية شوية لحد ما تاخد اللون الجميل ده بقى. بصوا ما شاء الله، يعني شكله وطعم حلو قوي، هيعجبكم بجد. وبالهنا والشفا. لو عجبتكم الوصفة بقى ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتعملوا لايك. والسلام عليكم.